ولو ما هو رسم هالخطة ما كان وصل أخي لهالحالة، ما هيك؟ ما رح كمل معكم أستاذ أمير. اسمعني شوي، نحن لو ما طلعنا أخوك من عند عماد كان رح يرجع لك ميت لا سمح الله، مو هيك؟ وبتمنى كمان يكون فاهم إنه هالطريقة اللي ماشي فيه نهايته مو منيحة. ليك أمير، أنت احكي مع أخوك واقنعه يكون شاهد سري وعميلنا إلنا، تمام؟ وحضرة النائب العام رح يحميه ويعطيه ضمانات من طلعوا لبرات البلد بشكل طبيعي مع عائلته أو مع مين ما بده، وهنيك يبلش حياة جديدة ونظيفة. أنت ما بتعرفه منيح لسعيد، ما بتعرفه، بفضل يموت على أنه يعمل هيك، مستحيل يعملها. حتى لو ما قدرنا نقنعه لسعيد، أنت لازم تتابع شغلك معنا. شفت قديش هن ناس سفلة، لهيك لازم تحط إيدك بإيدينا وتساعدنا. بس أنا ما بوثق فيك يا رأفت، وما بشتغل مع شخص ما بوثق فيه. بس أنا خلصت أخوك من إيديهن وحلينا المشكلة. مزبوط خلصته، بس كيف خلصته من إيديهن؟ ممكن يكون في حدا صار جثة بسبب هالشغلة هي، ما هيك؟ صح، في احتمال كون نظفت الدنيا من واحد وسخ. أنا ما عم أفهم عليك، أنت ليش مزعوج كل هالقد كرمال واحد من المافيا؟ هلا إذا عقاب واحد من المافيا عندكن رصاصة بنص الراس وخلص، فأنا بقلك ما شفت هالمادة بقانون العقوبات، ما هيك يا أستاذ؟ إيه نعم، أنا مزعوج من هالشي. أنت عن أي قوانين عم تحكي لي؟ خلاص بكفي. لا عمي ما بكفي، طلع فيني. هدول العديمين الشرف ضلوا وراء أبوك لحتى خلوه ينتحر، وغرقوا أخوك الوحيد بمشاكلهم وقصصهم، وهلأ حضرتك جاي تحكي لي عن الحقوق والقوانين؟ أنت مفكر إنه هالواطين عم يفكروا بالقوانين وبالحقوق؟ أنت بتعرف قديش أنا تعذبت وتحملت كرمال بس ساعده لأخوك؟ وهلأ بدل ما تتشكرني على اللي عملته معكن، قاعد عم تبهدلني كرمال واحد مافيا ما بيسوى فرنك، لا وقاعد عم تعطيني دروس بالحقوق كمان. رأفت اسمعني، أنت همك الانتقام وأنا همي تحقيق العدالة، بتمنى تكون فهمت شو قصدي. ولهذا السبب أنا مسحوب. استنى أمير. أنت لشو عم تعمل هيك؟ شو مشكلتك؟ يعني كان ضروري تستفز الزلمة وتخليه يتركنا ونحن بحاجته؟ عمي أنا ما حكيت بقصد أنه يتركنا، كنت عم حاكيه بقصد فهمه لهالمثالي أنه القوانين والحقوق مو وقتها. هلأ رافت، أنت برأيك هالأوقات أنك توعي وتعطي نصايح؟ خلص خلص خدي. بعتذر منك لبنى، آسف كتير خوفتكم كلكن، عن جد أنا آسف. بعرف إنه مو ناقصكن تعب وزعل، بس هالشي صار غصب عني. بس لا تقلي إنه مو متوقع يصير هيك شي، أنت بريضاك دخلت هالعالم سعيد، طلع على حالك. تعرف شو اللي خطر على بالي أول ما شفتك بهالمنظر؟ قلت الحمد لله أنه رفيف ما أنا بعمر بتفهم هالشي. كل شي عشته زمان من زعل ومن خوف تذكرته كله وقت اللي طلعته بوشك. أنا كتير آسف. سعيد أنا ما بدي أعيش هيك شي مرة تانية، وخصوصي بنتي ما بدي وهي عم تكبر تشوفك بهالحالة البشعة ولا حتى مرة واحدة. لا تقلقي أبدا، ما رح يصير هالشي مرة تانية،
لأني رح وصل لمرحلة ما حدا حيقدر يوصل لي فيها أبدا. وبابا كان يحكي هيك بسيطة. بجوز كتير منيح إنك من البداية ما تقبلت رفيف كبنت إلك، هيك ما رح تربى وجواتها خوف بإنه تفقد أبوها بأي لحظة. أنا رايح أرتاح، وأنا ورفيف طالعين لبرا نتمشى شوي. يلا عن إذنك. طيب أنتوا قدرتوا تعرفوا شي من هون ولا من هون؟ ما في حدا بيعرف شي أبدا، وإذا في حدا بيعرف شي ما عم يحكي لنا. وسعيد ما حكى شي بنوب. هو رح يحكي بس مو هلأ، واضح إنه جرح كبرياءه. يا ترى شو يلي صار لحتى صارت هالخناقة كلها؟ في شغلة واحدة ما فهمتها أخو أمير، لشو مبارح كان مصر كتير نلاقيه لعماد؟ يا ترى بيعرف شي وما عم يحكي؟ ما بعتقد، يعني القصة مبينة، بيكون فكر إنه عماد بيعرف وينه لأنه الاثنين بيشتغلوا مع بعض من فترة، قام حكى هيك. خير؟ أنت بشو عم تفكر؟ ليكون بدك يعني اتصل بعماد مثلا؟ ليش لا؟ بخاف هلا أحكي لي شي كلمة بلا طعم تضره لسعيد. سعيد ما حكى لأنه ما بده يعني نعرف. خلينا نستنى شوي، يمكن هو بس يتعافى يحكي لنا كل شي. إن شاء الله. بس بتعرفوا شباب، يوم بعد يوم عم نغرق بهالوسخ أكتر، المصايب عم تنزل على راسنا مثل المطر. مرحبا لبنى، انتي منيحة؟ منيحة. معلش ساعديني بدي طلع العرباية لبرا. انشغل بالي عليك كتير، ولما شفت سعيد مضروب ونازل له دم ما تحملت واجيت. ما تفهميني غلط لبنى، من باب الإنسانية بس. بعدين انتي لشو طالعة لبرا؟ لساتك ما طبطي. لا أنا منيحة، لا تاكلي همي. بس انتي كأنك شو صاير لوشك؟ ما في شي، لا تشغلي بالك فيني لبنى. أنا بعتذر منك كتير على كل اللي صار، عن جد أنا كتير آسفة. بعرف إنه بالفترة الأخيرة تخانقنا كتير وجرحنا بعض، بس لو صار لك شي ما كنت خسرت رفيقة طفولتي وبس، كنت خسرت حالي وكل شي. لما كنا نلعب ونحن صغار كنتي انتي الأم، وكنتي إذا وقعت تعقمي جرحي وتشتري لي أكلات، وكنتي تعيطي علي إذا كنت لابسة تنورة قصيرة وتشديها. لو متي كنتي أخدتي منها كل هالذكريات. لازم تضلي مو بس مشان بنتك، مشان رفقات طفولتك كمان. حاولي تكوني قوية.